شوارع العاصمة بغداد، قد لا نعمم ولكن أغلب شوارع العاصمة هي مقطعة وتشهد أيضا زحامات شديدة، عدد من الجسور مغلقة. تحدثنا مثلا عن جسر الجمهورية هو مغلق، وجسر السنك أيضا مغلق، وقبل قليل كان هناك أيضا قطع لجسر الشهداء وكذلك الأحرار، وهناك أيضا استعداد لقطع جسر مدينة الطب. بالتالي أغلب الجسور الحيوية الرئيسية في العاصمة هي مغلقة، بوابة التشريع ستغلق، لم تغلق لغاية الآن، هناك تحضيرات لإغلاقها، فبالتالي سيتم تنفيذ الإغلاق بعد منتصف الليل اليوم. وهناك تجديد وانتشار أمني مكثف في مختلف مناطق العاصمة بغداد. أنا يعني أتيت من شرق القناة شمال العاصمة بغداد هنا إلى يعني حيث جنوب العاصمة عند منطقة الجذرية، احتاجت إلى أكثر من ساعتين للوصول، تحتاج للعبور من السيطرة الواحدة أكثر من نصف ساعة. بالتالي هذا ولد يعني امتعاض كبير من قبل العوائل، لا سيما نحن نتحدث اليوم عن عاصمة تشهد ارتباك أمني وكذلك أحداث مضطربة ومتزاحمة خلال هذه الأيام. أيضا هناك استعدادات خلال هذه يعني الفترة من أجل يعني التحضير للتظاهرات التي ستنطلق يوم غد، إن كان في ساحة التحرير وكذلك حتى في ساحة النسور أيضا التي الآن تشهد بمقترباتها إغلاق تام. تحدثنا مثلا عن ساحة النسور، فيعني نفق الزيتون باتجاه الحارثية مغلق، وكذلك أيضا شارع الحارثية باتجاه ساحة النسور أيضا مغلق، وكذلك مقتربات ساحة التحرير مغلقة، وهناك تجديد أمني في هذه المناطق. يعني تحدثنا ونضعكم بالصورة، وكما تشاهدون حاليا فقط هذه هي منطقة الكرادة تشهد نوعا ما انسيابية في الحركة، لربما بعد الساعة 9 كما وصلني من مصادر بأن تكون هناك تجديد بالإجراءات الأمنية، فبالتالي قد نشهد كثافة أكثر. لكن بدر لو سمحت يعني، وبالتالي هذا قد ينعكس أكثر على يعني زيادة الزخم المروري المتواجد في شوارع العاصمة بغداد. طيب بدر، يعني ماذا بشأن الحملة الأمنية التي أطلقتها يعني القوات الأمنية للبحث عن أسلحة في أبو نواس وكرادة داخل وكرادة مريم والصالحية؟ هل تم العثور على أي أسلحة؟ يعني قيادة عملية بغداد قالت لا تبحث عن أسلحة، عن خارجين عن القانون ومشاكل. سعد، دائما ما تكون هناك أحداث بارزة في العاصمة، بالتالي القوات الأمنية تحاول استباق هذه الأحداث البارزة بخطوات استباقية تحضيرية لوجستية وأيضا استخبارية من أجل تأمين هذه الأحداث البارزة. ولربما تظاهرات تشرين هي أبرز الأحداث التي طفت على المشهد خلال هذه السنوات، بالتالي تحتاج من القوات الأمنية أن تكثف من جهودها من أجل تأمين التظاهرات وحماية المقتربات يعني ساحات التظاهر، خصوصا هنا نتحدث مثلا عن شارع أبي نواس بالإضافة إلى شارع السعدون وكذلك الكرادة، هي مناطق قريبة من ساحة التحرير، بالتالي تحاول القوات الأمنية اليوم تأمين هذه المناطق، القيام بعمليات استباقية وكذلك تفتيش لعدد من البيوت، النقاط التي تضعها القوات الأمنية من أجل المضي بهذه الخطة التي وضعتها، فبالتالي تتعامل بمحاور عديدة من أجل تأمين هذه المناطق المحيطة بالمراكز التي ستشهد يعني منذ ساعة 11 صباحا يوم غد عودة لكرة الاحتجاجات.